سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. ان شاء الله راكم تفوتوا عطله سعيده وراكم تستمتعوا فيها، لانه عام قريب راح يكون دخول المدرسه، ما بقاش بزاف شهر وشهر يفوت طاير. على هذه ننصحكم انكم تبروفيتوا قد اللي تنجموا في هذه العطله باش ديروا انجازات ما عندكمش الوقت ديروها في ايام الدراسه الى اخره. القاعده تاع اليوم راح تكون عندها علاقة بالمواضيع السابقة اللي حكينا فيهم على تحقيق الأهداف، على الثقة بالنفس، على بزاف الأشياء كلها يعني تكمل بعضها. يعني هذه المواضيع دائما عندها رابط، وكنتوا سقسيتوني بزاف في موضوع الثقة بالنفس كيفاش نديرو. يعني مالغري حكيت لكم على هذا الموضوع وتوسعت لكم فيه وجاوبت على الكثير من الرسائل على هذا الموضوع، ولكن حسيت بلي انه كاين بنات عندهم مشكلة في الخروج من حيز او من نطاق الراحة. فقلت اليوم راح نحكو على هذا الموضوع، كيفاش نخرجوا من نطاق الراحة، الكومفورت زون، يعني لا زون دو كونفور. واش هي لا زون دو كونفور؟ علاش لازم نخرجوا من لا زون دو كونفور تاعنا، يعني نطاق الراحة تاعنا، علاش لازم نخرجوا منه، وكيفاش نقدروا نخرجوا من نطاق الراحة تاعنا. هذا الموضوع عنده علاقة وطيدة بالثقة بالنفس، راح تعرفوا عليه في هذا الفيديو. نبدو على بركة الله. الوغ الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها، واش هو نطاق الراحه او حيز الراحه؟ راح نشرح لكم بطريقه بسيطه جدا. الوغ هو كل العادات، يعني الاشياء اللي تقوموا بها يوميا، اللي متعودين ديروها، الروتين تاعكم، الاشياء اللي نتوما عندكم مهاره فيها واللي ديروها بسهوله بلا ما تخموا بشكل اوتوماتيكي، ما تبذلوش فيها مجهود كبير، كل هذه تمثل نطاق الراحه تاعكم. يعني هاد الاشياء لما تقوموا بها في حياتكم اليوميه ما تحسوش بلي انه عندكم ستريس او توتر، لانكم متمكنين فيها وتالما يعني درتوها بزاف حتى وليتوا ديروا هاد الاشياء بسهوله. مثلا وحده تقول لك انا اليوم عندي ندير الروتين تاعي اليوم تاعي ها كيفاش يبدا، نبدا بتنظيف البيت، بتحضير الاكل، نلعب مع الاولاد الى اخره. فكل هذه الاشياء مثلا الام ديرها براحه كبيره لانها متعوده عليها، ولانها صاي ولات ديرها بشكل اوتوماتيكي، ما تخممش حتى، يعني اكتسبت مهاره في هذا الشيء. فهذا يمثل نطاق الراحه تاع هاد السيده. مثلا اذا كنتي تشتغلي خارج البيت، اذا كنتي مثلا انجينيور يعني مهندسه، ففي العمل تاعك يعطوك في الوظيفه تاعك يعطوك مهام تقومي بها، مثلا يقول لك لازم ديري هذه لازم ديري هذه، فتبقي تحلي في هذه الامور بسهوله لانك متمكنه منها، لانك راكي عارفه واش راكي ديري. فهذا يمثل نطاق الراحه تاعك. كاين ناس مثلا يبغي يهدر، كاين اشخاص مثلا يبغوا يهدروا يعني قدام اصدقائهم، يبغوا يهدروا قدام العائله تاعهم، يحكوا نكت بزاف، يحكوا بزاف والناس تسمع لهم وكاع، فيكونوا مرتاحين من يحكوا مع هاد مع الاقارب تاعهم، يحكوا نكت ويضحكوا ويعرفوا كيفاش يجذبوا الناس بالحديث تاعهم. هذا نطاق الراحه تاعهم، يعني يكونوا مرتاحين هما يقوموا به. ولكن اذا مثلا طلبنا من شخص اللي متعود انه يحكي مع اصدقاء تاعه وانه يحكي مع العائله تاعه ويحكي نكت الى اخره، اذا طلبنا منه مثلا قلنا له لازم تحكي قدام جمهور غفير مثلا، او هذه الجمعه انت غادي دير خطبه الجمعه في المسجد، فراح يحس بتوتر لانه ما راحش متعود انه يقوم بهذا الشيء، وهذا يعني انه لازم عليه يخرج من نطاق الراحه تاعه. فنظن اني قربت لكم المفهوم واش هو نطاق الراحه او حيز الراحه. مثلا انا متعوده اني نحكي في فيديوهات هكا في غرفتي في اليوتيوب، نقابل الكاميرا تاعي هكا ونبقى نحكي، نكون مرتاحه كي نكون قدام الكاميرا، لاني هذه العمليه اني نقوم بها منذ سنوات. في البدايه كنت شويه متوتره، ولكن في السنوات الاخيره يعني خديت اكتسبت مهارات وتعلمت كيفاش نجلس قدام الكاميرا وكيفاش نحكي وكيفاش نرتاح، ونعرف بلي حتى اذا قمت باخطاء او شيء من هذا القبيل فيمكن ان نصلحه في المونتاج الى اخره. فهذا هو نطاق الراحه تاعي. ولكن اذا مثلا اضطريت اني نصور خارج البيت، يعني قدام الناس، راح نحس بشويه توتر، يعني نحس روحي ما رانيش مرتاحه بزاف،
فهذا يعني اني خرجت من نطاق الراحة تاعي. ان شاء الله يا ربي يكون المفهوم وصلكم واش هو نطاق الراحة. على سبيل المثال مثلا سمكة، نطاق الراحة تاعها هو الماء، اذا خرجتوها من البيئة تاعها فما اكيد ما راحش تعيش، راح اكيد راح تبدا تتخبط، وهذا يعني انها ماهش في نطاق الراحة. يعني اذا استطعتوا انكم اذا كنتوا مرتاحين وانتم تقوموا بشيء وبدون تفكير وبسهولة الى اخره، فهذا الشيء يدل انكم في نطاق الراحة تاعكم. اذا حسيتوا بتوتر، اذا خفتوا من المجهول، يعني واش غادي ننجح فيه ولا ما غاديش ننجح فيه، فهذا يدل انكم خرجتوا من نطاق الراحة. علاش الخروج من نطاق الراحة، من الكومفورت زون، شيء مهم جدا. اولا اول حاجة تدفعنا انه نخرج من نطاق الراحة هي كسب الثقة بالنفس. الواحد كي يروح يدير حاجة مش متعود يديرها وينجح فيها، وحتى اذا ما نجحش وعاود كررها، اولا ما راحش يبقى له خوف، الخوف هذاك تاع تجريب اشياء جديدة راح يروح. ثانيا اذا نجح فيها راح تحفزه انه يقوم باشياء اخرى، وراح يكسب ثقته بنفسه شيئا فشيئا. فلهذا الخروج من نطاق الراحة شيء مهم جدا جدا جدا، هو اكبر خطوة من الخطوات في كسب الثقة بالنفس. يعني كما قلت لكم سبق وحكيت لكم على موضوع الثقة بالنفس، قلت لكم واش هي الطرق اللي تساعدكم انكم تكسبوا ثقتكم بنفسكم وكيفاش تحددوا اهدافكم الى اخره، ولكن اكبر خطوة هي انه نخرجوا من حيز الراحة. الان بالنسبة لكيف نستطيع الخروج من حيز الراحة، راح يكون فيه ثلاث مفاتيح راح تسهل عليكم الخروج من حيز الراحة. المفتاح الاول، حاجة الاولى لازم تعرفوها، هي عند وين يتوقف نطاق الراحة تاعكم. يعني واش هما الاشياء اللي ديروها بسهولة وكده تفوتوا هذاك النطاق، يعني وينتا تفوتوا هذاك النطاق. لازم تعرفوا تحدوا واش هما الاشياء اللي انتم ماهرين فيها، يعني اللي ديروها بسهولة، واش هما الامكانيات تاعكم سواء النفسية او المادية، يعني وين تحبس، لازم تحدوها وين، يعني جهدكم وين. الواحد كي يكون يعرف امكانياته هذا الشيء جيد باش يعرف واش لازم من بعد، يعني واش هما اهدافه من بعد. لازم تحدوا جهدكم وين، يعني ما هي امكانياتكم، ما هي المهارات تاعكم، شو هما الاشياء اللي انتوما ديروها بسلاسة وبسهولة، واش هي الاشياء اللي يعني ديروها بلا ما تخموا، واش هي الاشياء مثلا اللي درستوها اللي تعلمتوها وعندكم مهارة فيها. كحد الاشياء لازم تحددوها، كي تحددوها تعرفوا الان واش باقي عليكم. الحاجة المفتاح الثاني اللي لازم تشتغلوا عليه هو انكم تتعلموا اشياء جديدة وتكتسبوا مهارات ما عمركم ما شفتوها. مثلا انا راني نخمم ندير دورة في التصوير الفوتوغرافي، انا راني عارفة روحي باللي ما عنديش مهارة في هذا المجال، وراني متمنية انه نسجل في دورة تاع التصوير الفوتوغرافي ونتعلمه. مثلا ممكن تسجلي روحك في دورة خياطة او دورة طبخ، تتعلمي مثلا كيفاش ديري لي سوشي، مثلا تسجلي في دورة تاع لي سوشي تاع اكل ياباني او اكل هندي، تكتسبي حاجات ما راكيش متعودة انك ديريها، تحاولي انك تتعلميها. هذه مثلا انتي خديتي مثلا ليسانس، علاش ما تزيديش تكملي حتى الماستر، يعني انك تكتسبي مهارات اخرى وديبلوم اخر. علاش ما تسجليش مثلا في في دورة تاع ديفلوبمون بيرسونيل، تتعلمي حاجة جديدة. المهم اليوم بانت لك تتعلمي ديري رسم، او تستمعي الى موسيقى جديدة ماكش متعودة انك ستايل موسيقى جديد ماكش متعودة انك تسمعيه، او كتاب جديد تقريه لانه يختلف عن المواضيع اللي انت متعودة تقري عليها. فمن الاحسن انك تتعلمي حاجات جديدة، لانه مادام تتعلمي مادام ثقتك بنفسك تزيد، ومادام انك تخطي خطوة الى الامام في تحقيق اهداف اصعب. المفتاح الثالث اللي لازم قاعد ديروه تشتغلوا عليه هو انكم تحضروا قائمة من تشالنجز، من التحديات. قائمة التحديات يعني اي حاجة في خاطرك ديريها
وخايفه انك ما تنجحيش فيها، وخايفه من النتيجه تاعها، وماكش عارفه روحك واش تنجحي فيها ما تنجحيش. عند تطرحي نفسك بزاف اسئله حول هذاك الشيء، حاولي انك تنجزي هذاك الشيء. مثلا كاين بنات يخافوا من السياقه، يعني هي خدات دوره في السياقه واجتازت الامتحان وعندها رخصة سياقة، ولكن تخاف من انها تاخذ المقود وتسوق السيارة. فانا ننصحك انك باش تغلبي على الخوف تاعك لازم على الاقل تجربي مرة، وصدقيني غادي تجربي وغادي تنجحي وغادي تقولي لو كان ما جربتش غادي كنت غادي نقعد هكاك كاع حياتي ما نقدرش نخطو هاد الخطوة. هذاك الخوف لازم تهزميه، جربي فقط مرة. انا في البداية كي بديت كانت عندي هكا نحس كل كم ينبول هكا في كرش، يعني ستريس وتوتر كبير جدا وانا نسوق في السياره، يعني نخاف نموت. الان خلاص يعني كي صدمت صدمت بعد ولات حاجه عاديه. يعني كاين ما نش نقولك انا يا روحي ديري تحدي تاع سؤال الاستيك، يعني قفز بهذاك المطاط ولا مش عارف انا كي يقولوا له بالالاستيك، القفز بالحبل ولا مش عارف. ما تروحيش لحاجه اكستريم، بدي خطوه بخطوه شيء فشيء. مثلا انت يا ما عمرك ولا حضرتي كيك في البيت تاعك لنفسك او لعائلتك، حاولي اليوم مثلا ولا غدوه ان شاء الله ديري تشيز كيك او ديري كيكه تاع فراوله مثلا، حتى وان ما خرجتيهاش مليحه معليش على الاقل تعلمتي حاجه وعرفتي وراهم اخطائك، والمره الجايه كي تعاودي تجربيها راح تتحسني فيها شيئا فشيئا، على الاقل تهزمي هذاك الخوف تاعك. مثلا انت انسانه تخافي من انك تتكلمي قدام جمهور، حاولي انك ديري تحدي انك تتكلمي قدام الناس في اول فرصه. كاين مثلا كاين بزاف تحديات، راح نحاول نحكو على هاد التحديات في صفحتي على الانستغرام، راح ندير لكم واش هما التحديات اللي سجلتوهم او دونتوهم في قائمه التحديات تاعكم للخروج من حيز الراحه. قولوهم لي ونشاركوهم كاع كامل، نشاركهم كاع معاكم كاع الرسائل تاعكم او الاجابات تاعكم راح نشاركها مع البنات الاخرين. ممكن تعطي افكار البنات الاخرين انهم يجربوا هاد التحديات ايضا وينجحوا فيها ويخرجوا من هذاك الحيز ويكتسبوا ثقه بالنفس اكثر. صدقوني كاين تحديات كثيره كثيره كثيره. اذا درسمتي اذا جهزتي قائمه التحديات وحاولتي انك تطبقي تحدي واحد على الاقل في الاسبوع، صدقيني راح في نهايه الشهر تحسي بانه ثقتك بنفسك زادت قدهاك وراح تشوفي الفرق بنفسك. لانه صراحه الواحد اذا ما جربش راح يبقى طول حياته باقي في مكانه وما يتقدمش. على الاقل على الاقل الواحد يجرب حتى واذا لم ينجح، معليش ما رانا خاسرين والو. المهم البنات ان شاء الله قعده الشهر هذه المره تكون عجبتكم، مع انها قصيره ولكن بغيت نجاوب على هذا السؤال تاع الخروج من حيز الراحه وكسب الثقه بالنفس. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. موعدنا على الانستغرام باش نحكوا في هذا الموضوع اكثر على ستوري. سلم عليكم بزاف ونشوفكم في حلقه مقبله ان شاء الله. باي باي.